هذه مرحبا بك مرة أخرى. توضيح يمكن تعطينا توضيحات على مين الفرشوه اللي تورط فيه الرئيس ديال جامعة عين بيضاء. شكرا أخي الكريم. بالنسبة للموضوع ديال الرشوة أستغربه وأستغرب كل من تتبع هذا الملف بالطريقة ديال الإنكار ديال السيد الرئيس فهمتي كيهضر بأن شيئا لم يكن لما كاين لا نيابة عامة لا ضابطة قضائية لا محكمة لا قاضي تحقيق ضرب كل شيء بالزيرو كيقول لك هو مجلس الحسابات مبرئه وربط واحد المعادلة ما بين مجلس الحسابات والرشوة. نعطيك واحد الحقيقة إذا كان هو كيزيب المعلومات وكيغلط الرأي العام مجلس الحسابات عندنا جوج ديال 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 لي دوز اسبيكسيون كاين الأولى ديال مجلس ديال الحساب الإداري ديال 2011 فيها خمسة ديال الخروقات خطيرة قريتهم انا لحقاش عيطوا لنا في الضابطه القضائيه وحطوا لنا ارضيه هذاك وداروا معنا تحقيق شي امور اللي كتهم سوء التسيير وتدبير المال العام في الجامعه. هذوك من بين هذوك كاين السيد الرئيس الثاني ماندا ديال واحد المشروع هنا ولا واحد البوند كوموند سنه الطلب الماندا فيها مبلغ فهمتي وداك الكايد شارج هذوك لي ديتاي هذاك ما كتب حتى مثلا 20 مليون هو صافي مثلا 20 مليون في البوند كومون ومي كدير المجموع ديال الكيميل ديال داك لي روبريك السيما القبص هذا كتبقى مثلا 16 تلاعب بالحسابات هذا كلام خاطئ خصو يعني الوثائق لا الوثائق وهو قال لكم انا غنسالك السيد استاذي الكريم قال لكم هو في ذاك الجلسه الصحفيه قال لكم سيوافيكم بتقرير واش عطاكم التقرير جاوب الحسابات انا لازمنا ننتظر لازم ما يعطيكمش حنا الدوره حنا الجماعه موقفه على اساس عطينا التقرير نطلقوا لك بري راسك باش تبرر جاب هو كاتب واحد الورقه في بيدو حتى السطوره ما مقاديش كانت باغي يبدل لك التقرير نقرا عليكم قلنا له واش التقرير التقرير راه ثاني فيه القضاه ودايز في بالبيرودور ديال السيد الوالي هو اللي كيسلمو لك واش كتكتب لنا التقرير انت في ورقه هكا كتقول لك انا بارئ ولا هذا. اذا هو قال لك هو بيني وبينك شوف الحساب الاداري الاول رفع الجلسات حتى دريعه الضوء تاع الضوء على الجماعه وخرج قال لك ما كاينش الضوء ما عندي باش ندير لكم فوتوكوبي ديال 2011 حط شهاده طبيه ديال الروجيستور نهار الاربع وكانت عندنا من بعد ثلاث ايام الخميس كانت عندنا واقيلا الدوره قال لك انا ما يمكنليش ندوز حسابي الا كنت ينتابيني انت قلب على تحاسب معانا باش تدير شي حوجه شي حاجه بالنسبه للرشوه انا كنقول لك هو قال لك ما كاينه حتى شي حاجه انا بالنسبه ليا وانا حرام عليا صيامي فهمتي الا الرشوه كاينه ودخل وجلسنا تقريبا كذا ديال الجلسات على اساس هو طلب السيد النائب الاول ديالو باش يتوسط باش يجلسني معاه على اساس حس بلي انا هو اللي داير له البلباله ولا شي حوايج هكا قال لك جلس معانا قلت له ماشي مشكل نجربوا هذا الواد واش غارق ولا من جلسنا لقينا النيه ديالو واهلي وانا عندي جوج مليار مبلوكيه وانا غندير واحد البرنامج كيفاش غنصوبو كيف غنديرو كيفاش غنفعلو قلنا له بالربح من كنا خارجين جبد جوج المليون قال لي واد السيد راك ما عندك شيء باش تحرك دابا اذا ولات فيها رشوه قلت له بس ما يمكنليش نخون 8 ديال الناس مسالديني معارضة ونقبض ما عندك 20000 درهم ونوليو في شي حوايج راني ماشي ولد الحرام انا عطيني واحد المهلة بين ما تشاورت كيفاش ندوزو هاد الحساب الاداري مين شاف راسو كيبحر واقيلا قال راني غلطت ولا ما عجبنيش داك المونطون هزوا ال 10000 مليون على اساس غتدفع بجوج دفعات 60000 درهم قبل الحساب الاداري و 40000 درهم من غنضمن له يلا ندوزو الحساب الاداري ونقنع الاخوان باش القضية ديال الرشوة بيني بيكي باص انا كنقول لك باص 12 ونص نهار الجمعة اللي وقع له داك الفيلم 12 ونص عيط قدام وكيل الملك كيسمع المكالمة هو ما عيط له حتى شي واحد. قلت دابا بغيت نسألك انا عاوتاني الاستاذ ديالي واش الكاميرات اللي دارت السي حميد في المدينة واش خدامين ولا ماشي خدامين؟ حنا كانت في الواقعة كانت حنا طلبنا قال لك هو في مع الربعة ما جاش عنده النائب الأول المكتب وما خرجش عنده وما هبطش عنده وما شافوش حنا قلنا سيروا لدا مع الربعة نهار 19 شهر جوج سيروا لديك الكاميرا وجبدوا لنا السيدين كتقبضوا المتلبسين ولا كيديروا بسالة ولا هذيك التداخية حتى هي
شوف هذاك السيد واش هبط من المكتب ديالو، واش دخل، واش عطاه الفلوس وردها له، وجا عندي العادان وجلسنا وقال لك انا كان عندي المونطو وداير هكا، والسيد السيد الدارك اللي بجوج بهم اجودانات اللي حضروا معنا قال له السيد راه جاب فيستان حلوله ما عنده لا غلاف لا طرواكار لا والو. اذا الرشوه مشى هو كان لابق عنده 30 عام ديال المحاماه، كان قال الفلوس ديالي وغندخلوا في النفي وحنا كنقولوا كاينه الرشوه وغتمشي القضيه. هو قال لك الله سبحانه وتعالى قال لك يعلم في الله وفي قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، هذاك الخير ديالنا حنا اللي من قلبنا ناويين غنديروا لهذا عباد الله ما نقدرش ندخلوا في واحد البيع والشراف هذا وغنقادوها كي قال هو نقادوها وما نترشحوش كاع يعني جوج مليار شحال غناخذوا فيها وشي تفاصيل ما عندي ما نقول لك فيها. اذا السيد الرئيس من وقع له ذاك المشكل نفى، شوف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذيك النفي ديالو ما صحابوش الفلوس غتمشي للبصامات وخذوا له الترياق ديالو فيها لا دي ان والبان ديال المازوت اللي عطى للكادو للسيد اللي توسط له قال له باش تحرك راك تعبتي وهذا راه خاصو باش ياخذ منه الفلوس، قال له انا الفلوس لا، قال له لا لا وحنا راحنا فايتين دايرين ديكلاراسيون للنيابه العامه ونسقنا. اذا خداو له الترياق وخداو ذاك البان داروا قال له البان هو ماشي ديالي، من خداو هذاك لقاو البصمه ديالو قداش. إذن هذا السيد كيقول لك هذا الشيء أنا غير بالله عليك، إذا كانت المحكمة كان من هذا المنبر ديالكم الشريف كان وجه يعني التحية ديالي للعدالة، العدالة ديالنا راه قائمة الذات ما كتفرقش ما بين هذا وهذا وكتعطي لكل واحد حقه. نعم. فهمتي؟ المسيرة ديال المسار ديال القضية غادي في الطريق الصحيح، السيد الرئيس كيضل الرأي العام كيقول لهم ما كاين والو وعندنا الدورة عندنا في لو 19 2013 19 خذها غتكون الجلسة دابا ديال هذاك غتقول لي علاش تأخرت لحقاش حنا طلبنا درنا محامي وطلبنا باش نطلعوا على لحقاش القانون ما كنعرفش حنا ونمشيو نسحبوا الدوسي ما كانش عندنا الميل طلعنا عليه شفنا داك الشيء فيه بيني وبينك لا داعي للذكر ما فيه يعني المسائل راه